موقف محرج للعريس شيرو في عرسه، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح تكون مع رقصة رومانسية جمعت فراشة اليوتيوب نارين بيوتي مع خطيبها رامي في عرس أخيها شيرو. نمر أيضا إلى دبكة جمعت أزهار عائلة البيوتي، حيث اجتمع أسامة مروة مع رامي وكانوا عم يرقص. بيتر كان عم يحكي لجلال إنه هو العريس الجاي. أيضا صار موقف لشيرو في عرسه، حيث لما كان عم يرقص مع الشباب حملوه، ولما نزل انفتح قميصه وأسامة ركض ليسكر له أزرار القميص وأنقذ الموقف. والكل عم يحكي إنه أسامة هذا هو الصهر وإلا فلا. أيضا زهر زياد أبو شعر هو عم يحكي لأسامة إنه هو العريس القادم، وهذا الخبر كل الجمهور عم يعرفه، عم ينتظروا بس أسامة يعلن عن الخطوبة والبروبوزل.